fils artistique est constitué de grands comédiens de renom qui n'ont pas beaucoup l'habitude de travailler pour la télévision et qui sont des amis, qui sont venus en masse travailler avec moi. Bachir Skelj en premier, Mohamed Triyer, Omar Lotfi, Misnaoui, Khamouli, et j'en passe, Khadimi, et j'en passe. La liste est énorme de gens, et il y a des guest stars qui passent 2-3 jours. Les gens sont venus par amitié pour moi, pour grande amitié pour le projet, parce que le projet est gigantesque, comme je disais, il constitue une mémoire de notre patrimoine, et donc je pense que tous les gens qui seront dans ce grand mouvement feront partie de faire passer le message autour du patrimoine marocain. انا عند الدور ديال عبد السلام اللي هو صاحب المطعم. هذا المطعم هذا كيتواجد في واحد الحي كيكون من ضمن المقالب اللي كيدير الحاج اللي معروف عليه المقالب، وهذا هو ان هذا المطعم كياخذوا ليا. فانا كوني ان عندي مطعم جميع الشرائح الاجتماعيه كتجي عندي وكتغدى الى اخره، عندي علاقات معاهم، كندخل البيوت ديالهم، ربما نخليو الناس شويه يتابعوا معنا هذا الشيء ويشوفوا. عندك ما تسالو مسيق البحال ومجيد واخا ماشي جي جي تلهيه ومبخار عندك ما تسالو. انا الان في المشاركه الثانيه في التجربه الثانيه مع المخرج عبد الحي العراقي. هذه المره هذه من بعد فيلم طويل سينمائي، هذه المره في السلسله ديال حراز يامي اللي كنقوم فيها الدور ديال الامين التجار، لانه هذا امين التجار اللي كي في واحد المنطقه واللي هو في صراع دائم مع الحاجز الكرومي اللي هو الحراز. التجربه هذه ديال الحراز كنت دزتها مع الطيب صديقي، وهاد الشيء اللي كتشوف فيه دابا هاد الديكيزمون اللي داير انايا درتها في 68، وعمر الجمهور بقى شافني بهاد الشكيل هكا، فحولت هاد الصويلح وهاد الشيء ديال نور الدين بكرت الشالح وهذا لدور اخر بفكره اخرى بستيل اخر بديكيزمون اخرى. الدور ديالي هو الدور ديال السعيد، السعيد اللي هو المغرم بالياقوت اللي كيحاول انه يدير المستحيل على انه باش يرضي الياقوت ويرضي كذلك الحراز اللي ما مامنش بهذه العلاقه اللي هو في حد ذاته كيعشق الياقوت، فما يمكنش انه يخلي السعيد انه يوصل لها. والسعيد كيبقى ديما كيحاول يتقمص ادوار باش انه يدخل يشوف الياقوت في دار الحاج، فهذا هو اللي كيعطي للسلسله واحد طابع يعني كوميدي اللي كيخلي ان السعيد كل مره يدخل بيرسوناج، مره فقيه، مره حاكم، مره عادل. فين مشات؟ كنتي كتخرج لك في ودنك، شنو كتقول لك؟ انا السي الحاج اي كانت كتقول لي خاصة تمشى في جنان الريحان وتما تاكل الزنان. حلف؟ وانا نكذب عليك؟ اي وهذه السلسلة ديال الحراز هي سلسلة تراثية قبل كل شيء، ف حاجة ديالنا كبيرة لأمثال هذه الأعمال، لأن التراث والهوية المغربية الحمد لله كاينين أعمال اللي دابا بدينا تنشوفوهم بحال المجدوب، بحال الحراز، بحال دويبة، بحال حديد دان إلى آخره. مزيان هذا، أنا بالعكس هذا الشيء كله في مصلحة المشاهد أو المستهلك. فبالنسبة للعمل اللي مع السي عبد الحي العراقي اللي من هذا المنبر أنا تنقول على أنه ارتحينا ليه بزاف، ماشي غير أنا، واحد العدد ديال الممثلين المغاربة، والحمد لله هذا العمل فيه واحد النخبة كبيرة ديال الممثلين المغاربة. سلسلة حراز يامي تجعل النقاد والصحفيين وعموم الجمهور المغربي يطرحون سؤالاً دالاً، وهو هل هذه السلسلة سلهام أم اشتغال مباشر على النص المسرحي الشهير الذي طالما أدته فرق مسرحية مغربية، أم أنه أحياء لنصوص شعرية من فن الملحون؟ أنا لم أشتغل على مسرحية الحراز اللي قدم سواء الطيب الصديقي
أو الأستاذ المرحوم عبد السلام شريبي. أنا اشتغلت على النص الغنائي الملحوني اللي هو قصيد الحراز، وقصيد الحراز هي تتبلغ وعلى حساب ما جاء في الموسوعة ديال المرحوم محمد الفاسي، فهي كتفوت 100 قصيدة ديال 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 الحراز، فكاين الحرازات هي متعددة. وما كتبته أنا هو حراز يامي، لأن عنوان السلسلة هو حراز يامي وليس الحراز. J'espère qu'on essayera de donner aux spectateurs un produit frais, moderne et surtout où on peut rire et en même temps découvrir des choses qui nous appartiennent et qui sont malheureusement en train de disparaître. Faire le khlaa, travailler plusieurs choses de la cuisine ou de notre culture qui sont malheureusement en voie de disparition. J'espère qu'on les fera donner à nos enfants et aux petits-enfants. إذا كان حراز يامي استلهام للتراث المغربي وأساساً شعر الملحون، نتساءل مع المخرج عبد الحي العراقي عن سر العودة لهذا التراث في هذه المرحلة الدالة من مسارنا الإبداعي والفني بالمغرب. Je pense que la télévision qui constitue notre mémoire collective à tous a besoin de ce retour dans notre patrimoine culturel, historique et sociologique. Et je pense qu'à travers la comédie, on peut passer des messages, notamment en le mois de Ramadan, pour imprégner les gens dans notre culture, qui est arabo-musulmane, berbère, et on essaye de retrouver tout ça dans le Hirraj. Toutes ces racines culturelles sont puisées dans notre patrimoine marocain, qui est fondamentalement marocain, donc qui est un brassage de plusieurs cultures, et qu'on retrouve à travers le Hirraz aujourd'hui à la télévision. Oui.